سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قصر مرشان في طنجة في هذا اليوم المبارك السعيد يترأس صاحب الجلالة حفل استقبال بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة، وذلك في مستهل حفل الاستقبال الذي يترأسه صاحب الجلالة سيدي أعزك الملك محمد السادس حفظه الله. للسلام على جلالتكم نصرها الله بعض الشخصيات المغربية مدنية وعسكرية، وهم السادة رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، الرئيس الأول لمحكمة النقد، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسيط المملكة، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، رئيس مجلس المنافسة، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الجنرال دو ديفيزيون المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي، الجنرال دو بريغاد مفتش القوات المساعدة للمنطقة الجنوبية، الجنرال دو بريغاد مفتش القوات الملكية الجوية، الجنرال دو بريغاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية، الجنرال دو بريغاد رئيس المكتب الثالث، الجنرال دو بريغاد مفتش البحرية الملكية، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، المدير العام للدراسات والمستندات. عمداء فرق السلك الدبلوماسي المعتمدون بالرباط وهم عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي سفير جمهورية إفريقيا الوسطى، عميد السلك الدبلوماسي الأسيوي سفير ماليزيا، عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي سفير جمهورية الشيلي، نائب عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين، نائب عميد السلك الدبلوماسي الأوروبي سفير فيدرالية روسيا، رؤساء الكنائس والبيع الأرشيفيك دو طنجة، la présidente de l'église évangélique au Maroc، le président de l'église orthodoxe russe،
le grand rabbin de Casablanca. بعض الشخصيات الأجنبية وهم السيد كلود جافيول رئيس الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا حيث سيقدم لسيدنا نصره الله الميدالية الذهبية لهذه الأكاديمية وذلك اعترافا بالمجهود المولوي الكريم في مجال تطوير التعليم الطبي والعلاجات وكذا تشجيع البحث في هذا الميدان بالمغرب وإفريقيا. السيد حمد باكايوكو وزير الدولة وزير الدفاع بجمهورية الكوت ديفوار. السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكاتب الدولة في وزارة الرياضة ووزير الصيد سابقا بمدغشقر. السيد تيغي مالبير أستاذ محاضر في علوم التربية بجامعة لا ريونيون والمشرف على معرض الصور الخاص بجلالة المغفور له محمد الخامس خلال منفاه بمدغشقر والذي سيقدم لسيدنا أعزه الله كتابه ليكزيل عبد الكريم الخطابي على ريونيون 1926-1947. وبهذه المناسبة السعيدة يوشح سيدنا أعزه الله صدور بعض الشخصيات المغربية والأجنبية بوسام الكفاءة الفكرية السيد عدنان الرمال أستاذ ومدير أبحاث بكلية العلوم بجامعة محمد بن عبد الله بفاس حاز على جائزة المخترع الأوروبي صنف جائزة الجمهور بفضل اكتشافه عقارا بواسطة زيوت طبيعية يمكن من زيادة فعالية المضادات الحيوية للأنتيبيوتيك. السيد عبد الواحد بن نصر أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث أحد المشرفين على فريق البحث الدوري الذي قام باكتشاف أقدم إنسان من فصيلة أومو سابيان بمنطقة جبل إيغود بالمملكة المغربية. السيد جون جاك أوبلان أستاذ ورئيس شعبة بمعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجية التطويرية المتواجد بمدينة لايبزيغ بألمانيا كان كذلك من بين الذين أشرفوا على فريق البحث الدولي الذي قام باكتشاف أقدم إنسان من فصيلة أومو سابيان بمنطقة جبل إيغود بالمملكة المغربية. بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية التلميذ أسامة مفتاح رغم إصابته بإعاقة باراليزي سيريبرال استطاع أن يكمل دراسته والحصول على البكالوريا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية بميزة مستحسن. الله يبارك في عمر سيدي. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقاً بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد بحضور فخامة رئيس الجمهورية الغابونية السيد علي بونغو أونديمبا الذي
تربطنا مع بلاده علاقات متميزة شكلت على مر التاريخ نموذجا يحتذى ومثالا ساطعا للتعاون وشراكة استراتيجية ثنائية واعدة. وتحل هذه الذكرى الحافلة بالدلالات والحمولات التاريخية الوازنة لتسلط الضوء على عمق ومتانة أواصر المحبة التي تجمع الشعب المغربي بجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على غرار ما جمع على الدوام بين أسلافه المنعمين والشعب المغربي الأبي الذي ما فتئ يجدد تشبته برابطة البيعة الشرعية، تلك العروة الوثقى لا انفصام لها، من خلال استحضار مدلولها التاريخي وبعدها الديني القائم على التعاليم السديدة للدين الإسلامي الحنيف. ويشكل احتفال المغاربة من طنجة إلى الجويرة بهذه الذكرى الوطنية الغالية مناسبة سانحة لتقييم الخطوات المشهودة والإنجازات الجبارة التي تحققت في شتى الميادين بفضل اللحمة والارتباط الوثيق والحب المتبادل بين جلالته وشعبه الوفي الحريص على صيانة هذا الميثاق الشرعي الضامن لوحدة واستقرار المملكة. جلالة الملك يتلقى تهاني المدعوين إلى هذا الحفل البهيج هنا بقصر مرشان بطنجة في مناسبة وطنية غالية تصادف هذه السنة مرور 18 سنة على اعتلاء جلالة الملك العرش. شكلت مرحلة قوية في تاريخ البلاد، تحولت معها المملكة المغربية إلى ورش كبير لإنجاز المشاريع التنموية الكبرى والإصلاحات العميقة، وتبلورت خلالها سياسة اقتصادية واجتماعية تهدف تغيير وجه المغرب. مناسبة عيد العرش مناسبة يعتز بها المغاربة أيما اعتزاز لما تحمله من قيم ومقاصد وما تبرزه من روابط متينة نسج التاريخ خيوطها بعواطف المحبة المشتركة. مبادرات وإصلاحات ومشاريع خلاقة أدخلت المملكة المغربية في منعطف تاريخي حاسم جعلت منها بلد الاستثناء، استثناء في طبيعة الروابط المتينة الجامعة بين العرش والشعب، استثناء في مسيرته الإصلاحية، استثناء في مسيرته التنموية الشاملة، استثناء فيما يتمتع به من موقع وازن بمحيطه الجهوي والإقليمي والعربي والإسلامي والدولي، استثناء في موقع جغرافي، استثناء فيما حبه الله من نعم جعلت منه واحة من الأمن والاستقرار والطمأنينة. وعلاوة على الاهتمام البالغ الذي يوليه جلالة الملك للملفات الاجتماعية والحقل الديني وترسيخ الصرح الديمقراطي وبناء المغرب الحداثي، فإن جلالته اهتم بقضايا السياسة الخارجية وكذا بالقضايا العربية والإفريقية، في مقدمتها القضية الفلسطينية وتحقيق تنمية القارة الإفريقية واستقرارها
وهو ما تعكسه الزيارة المتكررة لجلالة الملك لعدد من دول القارة، ويستند الالتزام الدائم للمملكة إلى جانب الدول الإفريقية على تاريخ مشترك وتطلعات واحدة من أجل إفريقيا موحدة وضمان غد أفضل لمواطنيها. وفي جمهورية الغابون التي يحضر اليوم رئيسها السيد علي بونغو أوندينبا احتفالات المملكة بمناسبة عيد العرش المجيد، يتجسد هذا الطموح في جعل العلاقات الثنائية نموذجا ملموسا لتعاون مثمر. المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من حقها إذن أن تفتخر اليوم بكونها تقدم للعالم صورة مملكة مبدعة وحديثة ترسي بشكل واع داعم التعاون جنوب جنوب في إطار من الثقة، همه الأوحد هو إفريقيا متجددة قادرة بمواردها البشرية ومؤهلاتها الاقتصادية والطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز على استشراف غد أفضل وواعد يلبي طموحات شعوبها التواقين إلى التنمية ورغد العيش. إن عمق ومتانة الرابطة التي تجمع الشعب المغربي بملكه هي نتاج مسيرة حافلة بالملاحم الجهادية والنضالات والتضحيات الجسيمة التي خاضها كل من المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما جنبا إلى جنب مع أبناء هذا البلد القوي بأنفية وعزة، تمهيدا لقيام صرح مغرب الحداثة والانفتاح والتقدم بجميع مظاهره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. محطات تاريخية ساطعة تشهد على الالتحام المكين بين العرش والشعب، وتشهد المعطيات والحقائق التاريخية على أن المغاربة حرصوا دوما على التشبث بملكهم في السراء كما في الضراء. هذا الشعب الذي ظل يؤمن إيمانا راسخا بأن استقرار وازدهار البلد رهين باستمرارية الملكية الشرعية المتشبعة بقيم الديمقراطية والحداثة. شعلة هذه العلاقة المتينة ما فتئت تزداد توهجا في العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رمز الأمة وموحدها وباعث نهضة المغرب الحديث، الذي تمكن بفضل حنكته وتبصره وتجند أبناء هذا الوطن الأعز من شق طريق التقدم والازدهار في كل عز وثبات وثقة. والعرش المغربي هو عماد الدولة المغربية ورمز وحدتها وركيزة قوتها وضمان مستقبلها، يجسد كل تطلعات الشعب المغربي وطموحاته في التنمية والنماء والعزة والرخاء، وهو الصاهر على تقوية الروابط وتمتين الأواصر بين كافة الطبقات الشعبية في دولة الحق والقانون. إلى هنا سيداتي وسادتي، أودعكم وإلى اللقاء.
سلام ربي فلون.